السلام عليكم، مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. فيديو نتاع عندنا غادي يكون فيديو جديد، ولكن قبل نبغي نقول لكم نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احوال طيبه وصحه جيده. الفيديو نتاع هذا النهار واخا دازت عليه عام ونص مازال مفكراكم. انا كنت نقول ان فوا غادي نرجع اليوتيوب غادي نرجع لكم بهذا الفيديو. هو الاول الفيديو اللي طلبتوني وطلبتوني عليه، اللي هو كيفاش نتجاوزوا العلاقات السامه او لي غولاسيون توكسيك. هذا الموضوع غادي نبديه لكم بواحد المثال اللي غادي نبنيو عليه درجه بدرجه هذا الموضوع ديالنا. المثال ديالنا هو غادي يكون كالتالي. كاملين بينا عندنا شي صديق ولا صديقه اللي صرات لهم هذا المشكل، ولا حنا بحد ذاتنا حنايا صار عندنا هذا المشكل. نفترضوا ان عندنا شي صديق ولا صديقه وكمل القرايه ديالو، دا الباك ديالو، داه بواحد لا نوت لي مزيانه، بغى يدير واحد التخصص، ولكن العائله ديالو فرضت عليه تخصص اخر. هو الحكم ديالو انه كما يقولوا مقيد، غادي يختار داك التخصص اللي فرضاتو عليه العائله ديالو. غادي يمشي في داك التخصص، غادي يقرا، غادي يتلقى راسو دازت عام عامين ثلاث سنين تلقى راسو داك التخصص ما قادر يعطي حتى شي حاجه، حتى شي نتيجه. كيتلقى راسو انه هوت في المستوى ديالو. هنا دار واحد الحاجه اللي هو ما باغيهاش، تفرضات عليه. عقلوا على هذا المثال مزيان. غادي يدوز واحد المده، غادي يتلقى داك السيد اللي هو ما قادرش يقرا، ولا ديك السيده غادي يقول نولي ندير التخصص اللي انا كنت باغيه من النهار الاول. غادي يديرو، يتلقى راسو من ديبار تهرس، كما كنقولوا تهرس. التخصص كو كان دارو من النهار الاول كان غادي يعطي فيه ويزيد القدام، ولكن ملي دارو هو معطل غادي يتلقى راسو تهرس. علاش تهرس؟ حيتاش كيفكر كيقول دازت عليا عامين ولا عام ولا ثلاث سنين، مهم دازت واحد المده اللي انا كنت فيها في واحد البلاصه اللي ما هيش ديالي، اللي انا ما اختاريتهاش، اللي انا ما قدرش نعطي فيها. هذا هو المشكل اللي كيوقع فيه بزاف تاع الناس. وهنا غادي نبنيو المحور ولا الفيديو ديالنا على هذا المثال. وكيف قلت لكم اللي كيوقع لنا هذه الماساه او هذه النهايات المشؤومه في الحياه ديالنا، كنتلاقاو راسنا كنهيوهم بجوج نتاع الطرق، ولا كنبداو المرحله الجايه بجوج نتاع الطرق، المرحله المواليه سويفو بجوج نتاع الطرق. المرحله الاولى، الطريقه الاولى بليتو، مثلا الصديقه ديالنا اللي قلت لكم انها كانت تروح الاتجاه في الدراسه ديالها وما توفقتش فيه حيت هي ما كانتش باغيته من الاول، وتولي دير تغيير الاتجاه اللي كانت باغياتو هي من الاول، كتلقى راسها ما قدرش تعطي في ديك الدراسه ديالها. علاش؟ حيتاش تهرسات، حيتاش من الاول كان خاصها انها دير داك الاختيار اللي هي غادي تعطي فيه. بهذا المعنى تلقى راسها انها ندمات على ديك الاعوام اللي دازت، كتلقى راسها تحطمت، تلقى راسها تلوم راسها علاش انا ضيعت ودرت ودرت، ضيعت مثلا 3 سنين ولا عامين من حياتي. كتولي اللوم على النفس. هي ما كنقول لكمش انه هذا الشيء كما يقولوا كان الاختيار ديالها، كان عندها يدها فيه، ولكن نديو بواحد المحور تاع انه قدر الله وما شاء فعل ونفوتوا ايطاب سويهم. هادشي اللي كما يقولوا انا ننصحكم به. ومازال غادي نعطيكم في الاخر تاع الفيديو النصائح اللي ممكن انكم تجاوزوا بهم لي غولاسيون توكسيك. نعطيكم واحد المثال اخر. ان واحد السيده مثلا كانت مزوجه وطلقات، قدر الله وما شاء فعل، كما يقولوا بواحد المصطلح الزواج حلال وطلق حلال، ربي ما حرم لا هذا لا هذا. تلقى ديك الانسانه مثلا تلوم راسها علاش انا هاجي، علاش انا من غير البنات، علاش انا، علاش انا، علاش انا، علاش انا، وتلقى راسها وقفات حياتها على ديك علاش انا. لا، علاش نوقفوا حياتنا على شي حاجه فاتت، الماضي كما كنقولوا. هاد الناس اللي كيوقفوا حياتهم على هاد المصالح تاع علاش، تلقاهم يدمروا نفسانيا، بهم عادات كبير اللي تلقاهم فاتوا مرحلة الاكتئاب. الا فتنا المرحلة وصلنا لمرحلة الاكتئاب بليطو، راه كنوصلوا واحد المرحلة نتاع صافي غادي ندخلوا في واحد الصراع مع النفس، الاطباء، الدوايات، الحصص النفسانية، غادي ندخلوا في واحد في واحد الطريق اللي طويلة. هي كاين فيها العلاج ولكن هي طويلة. ولكن الا وصلنا لمرحلة الاكتئاب ينصح ان الانسان يتبع في ديك الطريق، حيت صعيب باش انه يرجع
الا ما تعالش هذا النوع صعيب انه كما يقولوا باش يسير ما تبقى له من حياته. وكاين واحد النوع اخر نبقاو في الموضوع نتاع الطلاق، واحد النوع اخر تلقاها مثلا خرج بشي علاقه زوجيه فاشله، تلقاو مثلا تلقاها بليتو مثلا تمشي دير علاقات اخرين، علاقه كما يقولوا علاقه مور علاقه مور علاقه. هذا الشيء ما كديروش لراسها، كدير الطرف الاخر الثاني باش تبين ليه باللي هي مثلا انا هنا كاينه، هنا كاينه مثلا بهذا المصطلح كتقول هنا كاينه. هذا عاوتاني واحد الاتجاه اللي خاطئ بزاف، يا راه ما كدمرش داك الطرف وما كتبينش داك الطرف، يا راه كتولي غير على نفسي على الحاله النفسانيه ديالها. هاد جوج نتاع الطرق بحد ذاتهم اللي انا عطيتهم لكم دابا هما واحد الطرق اللي خاطئين، حتى شي وحده فيهم ما صالحه اننا نتبعوها، لاننا ندخلوا في اكتئاب، لاننا نبدلوا علاقه بعلاقه. انا عطيتكم واحد كما يقولوا واحد النبذه العلاقات السامه، هنا غادي نفوتوا اننا كيفاش نتجاوزوا هاد العلاقات كما بديت معكم بالمحور الاول في الفيديو ديالنا. الحاجه الاولى اللي غادي ننصحكم بهم سواء المراه ولا الولد، انهم ملي نكونوا في شي غولاسيون توكسيك باش نخرجوا بها، هي اننا نعطيو قيمه للمشاعر ديالنا ونديرو ستوب الافكار ديالنا. شفتوا هذه الجمله بداتها شحال خطيره؟ نعطيو قيمه للمشاعر ديالنا ونديرو ستوب الافكار ديالنا. المشاعر ديالنا غادي يكونوا ديك الساعه شويه زايدين، والافكار ديالنا غادي يكونوا كثار بهم. الافكار ديالنا غادي ديك الساعه اللي حنا غادي نكونوا في ديك المرحله غادي يكونوا يرجعونا في دوك الطرق اللي قلت لكم قبل، دوك زوج طرق اللي انني قلت لكم قبل. الافكار ديالنا غادي يكونوا في دوك الاتجاه، هنا غادي نديرو ستوب الافكار ديالنا وغادي نعطيو قيمه للمشاعر ديالنا. المشاعر ديالنا غادي تقول لك بكي، زكي، هرسي. قالت لك مشاعر ديالك بكي، بكي خوي قلبك، زكي زكي خوي قلبك، هرسي هرسي خوي قلبك. تبعي المشاعر ديالك وما ديريش قيمه الافكار ديالك، هذه هي الحاجه الاولى اللي غادي نعطيها. الحاجه الثانيه هي انه نشوفوا الناس اللي طاحوا في هاد المواقف اللي كانوا قبلنا وطاحوا في هاد المواقف وكيفاش تجاوزوهم. نديو التجربه بدوك الناس. الله اكبر على قول ذي الحق، نكملوا الاداء. الحاجه الثالثه هي غادي ندي التجربه ديالي كانها تجربه ناجحه في حد ذاتها. انا عارفه واحد العلاقه اللي كانت خاطئه ما كانش خاصها تكون، ولكن غادي ندي الخطأ فيها صائب ليا مستقبلا، فهمتوني؟ يعني غادي نشوف انني فاش كنت غالطه، غادي نشوف فاش انني درت وما كانش خاصني ندير، والعكس صحيح، غادي نشوف فاش انني قلت وما كانش خاصني نقول، غادي نشوف فاش انني مثلا درت شي موقف ولا شي حاجه اللي ما كانش خاصني نديرها. يعني داك الاشياء اللي كيكونوا خاطئين في ديك العلاقه هما اللي غادي يكونوا تجربه ليا مستقبلا. والحاجه الرابعه اللي غادي انني نمشي بها باش انني نتجاوز ديك المرحله، ديك العلاقه السامه وديك المرحله من حياتي، انني غادي نفكر في المستقبل بواحد الطريقه ايجابيه. غادي ننسى ليا داكشي اللي داز، غادي ننسى داكشي كما يقولوا اللي مريت به، غادي نقول قدر الله ما شاء فعل، واللي جاي غادي نكون فيه بحيطه وحذر كما يقولوا. مثلا كان واحد الانسان اللي غادي يدخل لحياتي بعلاقه جديده، غادي نشوف فيه كما يقولوا الشخص المناسب في المكان المناسب، ما غاديش نجي نطيح على نيفي. هذه كانت انا بالنسبه لي واحد التجربه كما يقول انا عن نفسي هضرت معكم بواحد المصطلح اللي ديما كيقولوا الايمان كيفاش تجاوزت الايمان، كيفاش كانت الايمان، كيفاش كانت كما يقولوا الشخصيه ديالك قويه مع انها تجاوزت بزاف تاع المراحل اللي كانوا قاصحين في الحياه ديالي. انا جاوزت بهاجي ارادتي في سيدي ربي سبحانه وتعالى انه اللي جاي غادي يكون زوين، وداك الشيء اللي كتبوا عليا سيدي ربي كان كما يقولوا مقدر، كانت قويه، فكرت بواحد الطريقه ايجابيه، خديت حياتي بواحد الطريقه كما يقولوا انا راضيه على نفسي، انا راضيه بداك الشيء اللي عطاني سيدي ربي، انا راضيه بداك الشيء كما يقولوا اللي كتبوا عليا سيدي ربي، هذا الشيء مكتوب سيدي ربي وتصرف كما كنقولوا. الا بغينا حياتنا تزيد لقدام خصنا نساو داك الشيء اللي داز، ولا درنا كروه على شي حاجه فات حياتنا راه كنديروا كروه ما كنرجعوش نديروا لها. صافي كملت.
الا بغينا نتجاوز في حياتنا ونكونوا مزيانين ونكملوا الحياه المستقبليه وحنا كما يقولوا راضيين على نفسنا. غادي نقول لكم هذا الفيديو سمعتوه وهنا جيت للثالث على الفيديو ديالي وعطيتكم النصائح والتجارب وعطيتكم عبار، ولكن غادي نقول لاي بنت سواء ذكر او انثى، انا درت الفيديو اللي قبل درتو للانثى ولكن يقدر يديه جنس الذكر، اسمحوا لي على جنس الذكر وجنس الانثى، هاد المصطلحات التعبيريه فقط، اي واحد يقدر يمشي يدي داك الفيديو يسمعه. انا عطيتو لك ليك انت يا كامرا وليك انت كبنت، ولكن تقدر انت يا ولد خويا ولا اخي ولا اي واحد يقدر يمشي يشوف داك الفيديو. انا غادي نجي لاخر الفيديو ديالي، غادي نبغي نقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، ما تنساونيش بالدعم تاع اللايك وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وخليت لكم الراحه والهنا وراحه البال وشكرا. واللي بغى شي استفسار ما نساش يخلي لي في الكومونتير، ولا يجي عندي الانستغرام كما الفيديوهات ديالي اللي كانوا قبل كنتو تجيو عندي الانستغرام، كملوها في الانستغرام ولا تيك توك. انا نخلي لكم في ليا بلوس دانفو، شوفوا لي دوني اللي غادي نخليهم لكم في الانستغرام والتيك توك ديالي، خليتكم هنا وراحه البال.